معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي، مرحبا بك. اذا من جديد يؤكد قادة الميليشيات في العراق بانهم جاهزون لاي هجوم امريكي على ايران، كيف تفسر استمرار هذه التهديدات الايرانية بهذه التصريحات الاعلامية؟ يا سيدي، هذه التصريحات الاعلامية ما هي الا للاستهلاك المحلي، وحتى الاستهلاك المحلي بعد لا تصلح، لانه أصبح واضحا وجليا التعاون أو التخادم الأمريكي الإيراني في المنطقة. لا يمكن أن نبني تحليلاتنا واستنتاجاتنا على ما يقال في التصريحات الصحفية، فيجب أن نبني تحليلاتنا على ما هو معمول به على الأرض. ما معمول به على الأرض هو تحالف استراتيجي ما بين الولايات المتحدة وإيران لتدمير المنطقة. ولكن يعني توعدت أمريكا دائما بالرد على أي تهديدات لمصالحها، لماذا تصمت الآن أمام هذه التهديدات وإن كانت تصريحات إعلامية؟ منذ 40 عام والولايات المتحدة تهدد وإيران أيضا تتوعد ولم يكن شيئا على الأرض، بينما لو كانت من الدول الأخرى العربية الأخرى لكان نفذت الولايات المتحدة تهديداتها خلال 7 أشهر وليس 40 عاما. وهذا ما جرى فعلا بالعراق عندما افتري عليه بأنه يمتلك السلاح النووي وهو لا يمتلك ذلك السلاح الذري. ولهذا السبب علينا أن ندرك أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران ما هي إلا كذبة كبرى يراد منها استنزاف المنطقة اقتصاديا وإشعال حرائق فيها. طيب، يعني قيادي الحرس الثوري الإيراني هدد بضرب المصالح الأمريكية، هل يمكن أن تبادر إيران بعد أن اختبرت الصمت الأمريكي في حادثتين سابقتين؟ مصالح الأمريكية معناها ضرب مناطق في دول الخليج، هذا القصد منها، وهذا ما يخدم أمريكا أيضا. استهداف مناطق الخليج سواء النفطية أم بقية المواقع الاستراتيجية لدول الخليج، هذا يخدم سياسة الولايات المتحدة. نعم هي مصالح أمريكية، ولكن أمام مصلحة كبرى هي إشعال المنطقة بالحرائق والفوضى الخلاقة. نعم، الموقف الأمريكي المتراجع استمر أيضا بتأجيل واشنطن اليوم فرض العقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني، كيف تقرأ هذا القرار الأمريكي؟ هذا هو التملص الحقيقي من العقوبات الأمريكية ضد العراق، سواء باستثناء دول أم باستثناء البتروكيماويات أم بفتح الحدود العراقية الإيرانية لمعالجة العقوبات الأمريكية. كل هذا لعدم تأثير العقوبات الأمريكية على العراق، على خلاف ما قامت به الولايات المتحدة تجاه الدول العربية عندما فرضت عليها عقوبات اقتصادية. ولكن يعني تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية ذكر فيه أن الاقتصاد الإيراني لا يمكن أن يصمد مستقبلا، فهو متهاون، هل ما تأثير ذلك على إيران؟ يعني إيران دولة تصنع الأسلحة الثقيلة ولديها مصانع ولديها منشآت، نعم لديها مشكلة في صرف العملة هذا صحيح، وكذلك هذه الحرب تستحق استنزاف بعض المال هذا لا ينكر، ولكن مع أن تفتح لها أموالها المجمدة ويعاد لها فتح يعني تصدير النفط ستعود إلى اقتصادها القوي وتستطيع أن تهدد المنطقة كاملة، بمعنى لا يؤدي إلى أسقاط النظام، لا توجد عملية تؤدي إلى أسقاط النظام والتأثير إلى إيران إلى حد الانهيار. إذن بهذه العلاقة الجدلية إنجاز التعبير، هل ترى أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران هي تخادمية كما يصفها كثيرون، وما تداعيات ذلك على المنطقة؟ بالتأكيد هي علاقة تخادمية. المشروع الطائفي الذي تولته إيران خدمة لمصالحها القومية ولمصالح الولايات المتحدة استراتيجية هي علاقة تخادمية يراد من خلالها تمزيق المنطقة وإشعال الحرائق وتفتيت الدولة القومية العربية، كل هذا يخدم مصالح الولايات المتحدة استراتيجية ويخدم مشروع إيران الطائفي ذات البعد القومي الفارس. شكرا جزيلا لك من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد حسين سبعاوي.